مرحبا بكم في سيدي بوزيد عاصمة الثورة التونسية. اسمي بلال فالحي، أصيل معتمدية المكنسي، وتربيت ونشأت في القصرين. دخلت التكتل تقريبا 2006-2007، كنا مجموعة من الشباب خذنا تجربة سياسية في الجامعة التونسية في هيكل الاتحاد العام لطلبة تونس، ولقينا اللي التكتل الديمقراطي من أجل عمل الحريات هو الحزب اللي نجم نلقاو فيه جملة من التصورات وجملة من القناعات اللي تكون قريبة منا. كأي تونسي ما يحبش معناها أنه يكون في تجربة معناها ولا في حزب معناها راديكالي، معناها اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف. تجربة الاشتراكية الديمقراطية، الإيمان بالتوزيع العادل للثروة، الإيمان بالعدالة الاجتماعية، الإيمان بالمساواة، بالحقوق المرأة وحقوق الرجل على قدم المساواة طبعاً وعلى قدم الكفاءة. خذنا معاهم جملة من المعارك ضد النظام، شاركنا في المسيرات، شاركنا في الاعتصامات، في التنديد بالملاحقات والمتابعات تصير للمساجين السياسيين أو للنشطاء السياسيين. هذه كانت مجمل تجربتنا في التكتل، وإحنا اليوم مؤمنين بأنه البرنامج اللي طرحه التكتل في 100 نقطة هو البديل الحقيقي والبديل اللي قادر أنه يخرج تونس من هذه المرحلة ويخرجها من عمق الأزمة اللي تعيشها اليوم. وإن شاء الله مع بعضنا الناس كل يد في اليد نبنيه تونس الغد. ومرحبا بكم في سيدي بوزيد مرة أخرى.